السلام عليكم وأسعد الله أوقات الجميع. اليوم راح أعطيكم شرح بسيط ومختصر عن إعمار بيتش فرونت، هالجزيرة الفخمة الراقية من شركة إعمار. راح أحكي أول شيء عن موقع الجزيرة، ثم المشاريع سبق إعمار أن طرحتها، أول مشروع تم تسليمه، وآخر مشروع تم طرحه من شركة إعمار العقارية. تابع معي التفاصيل للآخر. تمتاز الجزيرة بموقعها الاستراتيجي، حيث تبعد 5 دقائق عن دبي مارين وشارع شيخ زايد، و15 دقيقة عن وسط مدينة دبي، و25 دقيقة عن مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي. تضم الجزيرة مراسي يخوت خاصة بها، وكذلك الحال مراسي للسفن السياحية التي تزور دبي، وأيضا شاطئين بكل الاتجاهات باتجاه دبي مارين وباتجاه جزيرة النخلة. سبق لإعمار أن طرحت مجموعة من الأبراج في هذه الجزيرة. أول مشروع تم طرحه وأول مشروع سيتم تسليمه كان لدينا مشروع بيش فيستا. نسبة الإنجاز في المشروع جدا عالية، تخطت حاليا 96% لتاريخ 6/11/2021. هذا تصوير حقيقي من الجزيرة ومن المشروع الأخير بيش فيستا بشكل واضح وظاهر. إطلالات المشروع خلابة جميلة جدا على جزيرة النخلة ودبي مارين، كذلك الحال التشطيبات الراقية الفخمة والمساحات الواسعة. كل ما في الجزيرة يؤكد لك أن هذا المكان سيكون كما نتكلم دائما أبدا أفخم الشقق البحرية من شركة إعمار في كل إمارة دبي. سان رايز بي المشروع الثاني الذي تم طرحه. مارينا فيستا. جراند بلو إيلي صعب. ساوث بيتش أول هوليدي هوم كونسبت في كل إمارة دبي. بيتش إيل. وآخر برج تم طرحه بيتش مينشن، الشقق الفخمة الراقية والطرح الأخير في كل جزيرة. ما يميز هذا المشروع عن المشاريع الأخرى في إمارة دبي هو أن هذا المشروع هو فرصة سكنية فخمة وراقية، وفرصة استثمارية نادرة ومميزة من حيث القيمة الإيجارية كمنطقة عطلات والقيمة السوقية لسعر العقار. وبيتش فيستا خير مثال على ذلك من حيث سعر الطرح وسعر اليوم عند التسليم. لمزيد من التفاصيل والاطلاع على أهم المشاريع والفرص العقارية السكنية والاستثمارية من شركة إعمار والشركات العقارية الأخرى المحترمة، يوجد تواصل مع الرقم الظاهر الخبير العقاري فراس العلي.